سوري عن وصف الثورة السورية العظيمة بالمؤامرة الكونية، يصيح معارض سوري. ألا يخجل من تصوير ثورة شعب يطالب بأبسط حقوقه المسلوبة بالمؤامرة؟ أليس هناك ألف سبب وسبب ليثور السوريون؟ ألم يصبح حديث الإعلام السوري عن المؤامرة الكونية مثار سخرية وتهكم لدى السوريين والعالم على حد سواء؟ ألم يأتي وصف الثورة بالمؤامرة لتسهيل الإجهاز عليها وسحقها؟ أليست المؤامرة الحقيقية على سوريا الشعب والوطن؟ هل كان النظام ليدمر وطنا وشعبا بهذه الأريحية لولا أن لديه ضوءا أخضر عالميا؟ حتى لو كان هناك مؤامرة على سوريا، هل يتم التصدي لها بالوقوع في شراكها بتدمير المدن والقرى فوق رؤوس ساكنيها وتهجير ملايين السوريين من ديارهم على أيدي من يسمون بحماة الدمار أو الدمار، يصيح آخر؟